تخص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. هو رئيس النادي الاهلي، اوكي. بس احنا هنتكلم عن كابتن محمود الخطيب اللاعب، واللي تم اختياره بالامس سفيرا لبطولة الامم الافريقية 2019، وتم توجيه الدعوة ليه من قبل الاتحاد الافريقي لحضور مباراة الافتتاحية وكمان مباراة كسفير لهذه البطولة. وهم بيختاروا على اساس ايه؟ بيختاروا على اساس الشهرة، على اساس النجومية، وكمان على اساس الانجازات الكبيره جدا جدا للاعب اللي حققها في القاره، سواء على المستوى المحلي او على المستوى القاري. وده بينطبق بشكل كبير قوي، يعني بينطبق جدا جدا على الكابتن محمود الخطيب. الراجل في الحقيقه عمل انجازات كبيره جدا للكره المصريه، سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. خد القاب مع النادي الاهلي وخد القاب مع منتخب مصر، كمان خد الكره الذهبيه الأفريقية عام 1983 كأول لاعب مصري يحصل على هذه الجائزة. وفي الحقيقة الراجل أكيد أسطورة كبيرة جدا، مش أنا اللي هتكلم عن نجم كبير وأسطورة زي كابتن محمود الخطيب. للأسف ما وعدش عليه أشوفه هو لعيب كورة، لكن دايما بيتحكي لي عنه بشكل كبير، دايما بسمع عن مهاراته وعن أهدافه اللي دايما بنشوفها في الإعداد في التلفزيونات. كمان يعني يمكن انا من كام يوم كده شفت له فيديو لمهاراته خلال المباريات وتحركاته خلال المباريات، مش بس الاهداف خلاص، يعني جاب اهداف كتير جدا وشفنا منها كم هائل يعني. لكن المهارات في الحقيقه الواحد لما اتفرج قال ايه ده هو كان في كده، كان في لعيب كبير كده. بالمناسبه احنا بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب اللاعب وليس رئيس النادي. خد عندك بقى ادي الاهداف دي، الاهداف دي طبعا كلنا بنشوفها كتير وبيتألق فيها، وأهداف ليها طابع خاص جدا. بص الاستلامة بصدره والعدلة برجله اليمين والنط على الأرض الكرة، وبعد كده يروح إيه شايطها. لا مهارات كبيرة جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، أهداف عديدة قدر إن هو يحرزها وثبتت في أذهان المصريين، أهلاوية زملكاوية إسماعيلاوية أي حد من الجماهير المصرية في الحقيقة ما يقدرش ينسى اهداف الكابتن محمود الخطيب، ما يقدرش ينسى مهاراته في الملعب. مهارات في الحقيقه صعب ان انت تلاقيها دلوقتي، وكل فين وفين كل كام سنه كده لما تلاقي لعيب كره بالمهارات دي. ومش هنكون بنبالغ طبعا، لان مش احنا بس اللي هنقول كده، الناس كلها اكيد بتتكلم كده، ان هو افضل لعيب في تاريخ الكره المصريه. يا نهار ابيض على الكره دي، يا نهار ابيض. لعبه حلوه جدا، راجل لم وحط الكوره، مهاره. يا سلام. الخطيب فعلا تحكمه في الكوره غريب جدا، منتهى الثقه. الجول اللي يعني هدوء قدام كمان المرمى. مش عايز انا اتكلم كتير عن كابتن محمود الخطيب في الحقيقه، لان يعني في نجوم كبار جدا هم اللي اتكلموا عنه، وفي ناس كتير جدا عصروه هم اللي يقدروا يتكلموا عنه بشكل افضل مني بكتير جدا كمان. لكن اللقطات اللي انا بشوفها دي لقطات جميله جدا، وفي لقطات تانية انا كنت شفتها في احدى الصفحات على السوشيال ميديا، لقطات رائعه جدا ليه في مهاراته في الملعب وتحركاته وترقصاته للمدافعين. لا الراجل كان نجم كبير جدا، يستحق في كل الاحوال انه يكون سفير لبطوله الامم الافريقيه 2019. مش عشان اسمه محمود الخطيب، لا هو عشان انجازاته، مش عشان هو رئيس النادي الاهلي، لا خالص، عشان انجازاته، عشان بطولاته، علشان مهاراته الكبيره واهدافه الرائعه. وكان كابتن محمود الخطيب هداف اللاعبين في افريقيا في بطولات الانديه الافريقيه، كان 37 هدف لحد لما جه موبوتو اللي هو لاعب مازيمبي الحالي وعدى الكابتن محمود الخطيب. لكن فضل فتره كبيره جدا هو هداف افريقيا في البطولات الافريقيه، كان 37 هدف يعني. فالراجل ليه انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض الارقام الخاصه بالكابتن محمود الخطيب. طبعا زي ما احنا عارفين هو فاز بالحذاء الذهبي، وفاز كمان بافضل لاعب في افريقيا عام 1983. هو في الاول اصلا انضم للنادي الاهلي من نادي النصر عام 71. اول مباراه رسميه ليه كانت امام البلاستيك في الاسبوع الثاني من موسم 72-73، كان يوم الجمعه 15 اكتوبر 72. وكانت اخر مبارياته الرسميه كانت امام الهلال السوداني. بالمناسبه المباراه دي تالق فيها، كنت شفت برضو لقطات ليها حتى وهو بيعتبر
كان بيتألق جدا في هذه المباراة، كان في نهائي أبطال الدوري، كان يوم الجمعة 15 ديسمبر 87. خلال مسيرته كلها خاض 199 مباراة في الدوري، سجل كام؟ سجل 109 أهداف، ليكون أول لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يحرز 100 هدف بقميص النادي الأهلي. بالمناسبة كابتن محمود الخطيب، ودي مفارقة يعني مهمة قوي، ما فيش أي مباراة أحرز فيها هدف مع النادي الأهلي والنادي الأهلي خسر خالص. أي مباراة في تاريخ الكابتن محمود الخطيب مع النادي الأهلي أحرز خلال هذه المباراة هدف أو أهداف، النادي الأهلي لما يتعرض إطلاقا للخسارة، بالتحديد في بطولة الدوري، أنا بتكلم بالتحديد في بطولة الدوري العام. المباريات اللي أحرز فيها أهداف بس تعادل، يعني ما خسرش فيها الأهلي، اتعادل 8 مرات، لكن فيما عدا ذلك فاز في كل المباريات اللي أحرز فيها أهداف، يعني فاز في كل المباريات اللي أحرز فيها أهداف في بطولة الدوري مع النادي الأهلي، وتعادل 8 مباريات فقط وكان أحرز فيهم أهداف. وكمان اختياره لمساهمته بالارتقاء للكرة الأفريقية، وده شيء مهم طبعا كشخصية مصرية لها مقاوماتها المعروفة بكل تأكيد. الكابتن محمود الخطيب نجم كبير جدا جدا النادي الأهلي، كون إن هو ابن من أبناء النادي الأهلي ويتم اختياره كسفير للكرة الأفريقية، أو بالتحديد سفير لبطولة الأمم الأفريقية، فده شرف كبير جدا طبعا للنادي الأهلي، هو طبعا بكل تأكيد أحد أبناء النادي الأهلي. فبالتالي أهداف كتير جدا وأرقام كتير جدا خاصة بالكابتن محمود الخطيب، أحرز 3 هاتريك في مسيرته، وهدفين أو أحرز ثنائية 15 مرة، وهدف وحيد 70 مرة، منهم 11 ضربة جزاء، حقق لقب الدوري 10 مرات، شارك في 18 مباراة في كأس مصر، سجل 9 أهداف وحقق 5 ألقاب من بطولة كأس مصر، شارك في 8 مباريات في بطولة 6 أكتوبر التنشيطية وسجل 4 أهداف. لذلك يكون قد لعب كابتن محمود الخطيب 225 مباراة، سجل من خلالهم 121 هدف، وشارك في 50 مباراة أفريقية مع النادي الأهلي وسجل 37 هدف. ده رقم حلو قوي، يعني 50 ماتش جايب 37 جول، ده رقم ممتاز يعني. فبالتالي كده الكابتن محمود الخطيب في خلال 182 شهر لعب 275 مباراة، سجل خلالها 159 هدف، ليصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي. في أفريقيا شارك الكابتن محمود الخطيب مع منتخب مصر في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 86، والوصول لأولمبياد موسكو 1980، و ما كانش شارك مصر طبعا، ما شاركتش في هذه الأولمبياد بسبب الأسباب السياسية والأحوال السياسية في هذا التوقيت. كمان شارك في أولمبياد لوس أنجلوس 84، سجل كابتن محمود الخطيب 37 هدف للأهلي في بطولات أفريقيا. يعني في أرقام كتيرة جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، يعني لو فضلنا نتكلم عن كابتن محمود الخطيب مش هتكفينا الحلقة النهاردة، هيبقى محتاجين حلقات أخرى. لكن هنا بقى الكلام اللي لازم نوجهه لبعض المسؤولين وبعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا بيقارنوا نفسهم شوية بالكابتن محمود الخطيب. صعب شوية، صعب انك تقارن نفسك بالكابتن محمود الخطيب. احنا بنتكلم عليه كمان كلاعب، سيبك من كرئيس نادي، عشان ممكن يقولك ايه اصل انت بتتكلم كده عشان انت في القناة بتاعته والقناة والنادي بتاعه وكلام من ده. لا لا خالص، احنا بنتكلم عليه كلاعب. فالراجل في الحقيقة مش محتاج، يعني مش احنا بس اللي احنا هنتكلم عليه، لا قنوات كتير واعلام كله يتكلم عن نجم كبير جدا زي الكابتن محمود الخطيب. فاكيد بنبارك له على كونه سفير لبطولة الأمم الأفريقية 2019، وكمان اكيد نتمنى له كل التوفيق في قيادة النادي الأهلي للمرحلة المقبلة، ودايما يكون سفير للنادي الأهلي ولمصر بكل تأكيد في المحافل الأفريقية الكبيرة، الكابتن محمود الخطيب.